دي الحلوة بسيطة طبعا، قبل نعطيهم هيك لو بنفتح نحطهم بالصحن بنقول له تفضل، منه غدا ومنه عشاء ومنه تحلية. هيك وإذا عندك جوز هند وشوية سكر مع شوية بيض، فينا نطلع بسيخ جوز الهند المرتب هذا. تعالوا نشوف طريقة التحضير مع بعض. مرحب يا حبايب، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتوا تكونوا وكيف ما كنتوا تكونوا. مثل ما عودناكم بين كل قصة والتانية بنطلع بوصفة جديدة، ووصفة تليق فيكم وبالمشاهدين الحبابين اللي عندنا. مكوناتنا هن عبارة عن بياض البيض، بياض البيض مثل ما انتم شايفين ابدا ما فيه صفار ولا فيه شيء كثير نظيف لازم يكون لحتى تنجح معنا الوصفة. وجوز الهند ضروري كثير يكون جوز الهند كامل الدسم، مثل ما انتم شايفين جوز الهند خشن وكامل الدسم. لازم يكون مزيت هيك مثل ما شايفين ايدي صار في عليها زيت، هذا هو المطلوب تمام، لانه اذا كان ناشف كثير بيشرب معي كثير من البياض وما بتنجح معي الوصفه. والسكر وبرش الليمون، برش الليمون اختياري بس رح يعطينا نكهه كثير طيبه. والفانيليا، خلينا نشوف شو هي طريقه التحضير. يلا طبعا اول شيء بدي اجيب طنجره فيها مي، شايفين قديش كميه المي الموجوده لحتى ننزل عليها هلا البياض. طبعا ما بدنا ننزل البياض هون، بلشت المي تغلي عندي، رح جيب الوعاء اللي حط فيه البياض ونزله هون، يعني بدي بلش اشتغل عليهم عن طريق البخار. رح نزل السكر فوق البياض وبلش حرك فيهم. طبعا مثل ما لكم شايفين بلش يدوب السكر، اهم شيء يدوب السكر معي ويصير القوام يعني مرن اكثر. هلا هيك يا جماعه رح نزل جوز الهند، بعد ما صار لي تقريبا شيء 4 دقائق عم حرك البياض والسكر بس، ونحرك كمان حتى يتجانس معي المزيج تمام تقريبا شيء 3 دقائق. هلا هيك بعد دقيقتين ثلاثة مثل ما انتم شايفين كيف صار المزيج عندي تمام، انا خلصت من الغاز وراح شيلهم ليبردوا. هلا هيك يا جماعه بعد ما شلناه من على الغاز وخلص يعني اموره تمام، ضل عندي المنكهات اللي لازم ننزلها. عندي برش الليمون مثل ما حكينا تمام، والفانيليا رح نزل نص الظرف حاجه، ما بدي ضيع النكهات بالفانيليا، ونحركهم كثير منيح ونتركهم حتى يبردوا 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 يعني يبردوا على الاخير شغله نص ساعه كانوا بصيروا جاهزين. قربوا خلينا نشوف القوام واللون كيف صار، اخذ لون الليمون والريحة يا ربي، شايفين؟ هلا بس ليبرد بصير جاهز معي لاني انا صبه واخبزه بالفرن وشوفوا لهالنتيجة تاريخية. هيك يا جماعة مثل ما شايفين بعد ما مرق عليها نص ساعة وبردت، شايفين كيف صار القوام؟ جوز الهند شرب كل بياض البيض والسكر، صارت عندي جاهزة والفرن عندي جاهز. ظل هلا بس شو بدنا نساوي؟ نحطها بكيس الحلواني، اي كيس حلواني موجود عندنا ما في مشكله، مو شرط قماش حتى البلاستيك الشفاف يشتغل معنا. رح نشيل هي من هون ونعبيهم بالكيس. الصينيه عندي هون جاهزه، رح نحط عليها ورق زبده تمام، نعبي المزيج بالكيس. الفورمة اللي بدي استخدمها هي فورمة سادة، يعني ما فيها مثلا حركات تمام. وراح بلش بالصب، حجم الحبة هو شيء اختياري يعني. خلينا نقرب نشوف بهذا الشكل، شايفين؟ هلا هيك بالمعلقة الراس الزايد هون بس هيك يعني ضغطة كتير صغيرة حتى ناخذ الشكل المناسب للقطعة. طبعا هي وصفة على السريع من دون لبكة ومن دون عذاب ولا اطيب من هيك تمام. نحن هلا جاهزين لحتى نفوت على الفرن، مو نحن طبعا الصينية، رح نحطها بالفرن وتقريبا رح تقعد بين 20 ل 25 دقيقة، درجة حرارة الفرن 140-150 درجة، الفرن شغال فوق وتحت، خلينا نشوف قديش رح تقعد وقت بالضبط. يلا وهيك يا جماعة شوفوا هالمنظر ما أحلاه، هلا صار وقت نشيله من الفرن. يعني يا جماعة الريحة يعني عبالك تمسك هيك 3 4 بتعصرهم تعمل منهم انيت بارفان، بس هيك الريحة بتشل
فور منظر محلى يعني، شايفين؟ هي النتيجة اللي بدنا اياها، بأسرع وأسهل طريقة. بنتركها تبرد ونشوف الخطوة اللي بعدها شو هي. حولها. هيك يا جماعة، بعد ما برد عندي جوز الهند، في طريقة لحتى نحن نشيله من الورق إذا كان كتير معلق. أنا الحمد لله عندي ما أبدا ما في تعليقة، فشوفوا كيف عم تطلع معي بكل سهولة. شايفين؟ شوفوا من تحت كيف ما أحلاها. فإذا كانت قاسية وما عم تطلع، نقلبها على الطرف الثاني، تمام؟ وبنجيب اسفنجة نظيفة عنا، نبلها بمي ونمسح وجه الورقة، نتركها شغل 5 دقائق حتى تشتش منيح ترطب يعني، وبعدين بينفكوا لحاله، تمام؟ شوفوا هلا ما أحلاها، شايفين؟ كلهم عم يطلعوا بكل سهولة. قربوا شوفوا شلون من جوا، إذا حطيناها هيك اثنيناتهم سوا، تحسوا إنه الموضوع صار شو؟ يعني شايفين ما أحلاها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لطيف، رهيبة بكل ما تعنيه الكلمة. قرمشة من برا، طرية من جوا. ما علينا يا جماعة، حاولت قدر الإمكان بسط عليكم الموضوع ويكون جدا سهل وسلس وسريع. موضوع الطنجرة كتير ضروري إنه الطنجرة اللي بدي يكون فيها المزيج تكون اصغر شوي من الطنجره اللي عم تسخن فيها، المهم تقعد هيك ما تلامس المي بشكل مباشر. على البخار بدنا نشتغل، هذا الشيء كثير ضروري. قعدت مي بالفرن تقريبا 25 دقيقه، درجه حراره 150، الفرن مثل ما حكينا شغال فوق وتحت، اذا في مروحه شغلوها. وانا هلا هيك رح طبقهم كلياتهم على بعضهم عشان البرزنتيشن. هيك يا جماعه مثل ما شايفين، بعد ما طبقناهم على بعض واخذنا هذا الشكل، رح ناخذ طريقه تقديم كثير بسيطه وحلوه. رح نجيب عود الشيش هذا الخشبي ونشكهم وحده وحده. شوفوا ما احلاها، شايفين؟ طريقه هيك حلوه وجديده. هي شو هاي؟ هي بناكلها يا عيني، عجبتني. ما بعرف هلا هيك ها خطرت لي، فقلت لحالي نغير شوي. شوفوا احلى، كثير انيق. وهيك يا جماعه بهالاناقه هي والرتابه واللذاذه وكل شيء طيب، بنكون وصلنا لنهايه الفيديو تبعنا. شوفوا احلى طريقه تقديم كثير حلوه بسيطه. طبعا ما بدنا نعطيهم هيك لو نبدا نحطهم بالصحن بنقول له تفضل، منه غدا ومنه عشاء ومنه تحلى. هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. جربوها كثير طيبه، كثير بسيطه وما بتاكل وقت. كان معكم الشيف احمد، لا تنسونا من دعمكم ودعائكم اللي انا كثير بحاجته بصراحه لحتى نوصل لاكبر عدد من المشتركين ونكون قناه فعلا قويه بكل شيء، لحتى نضل مكملين بكل الطرق التعليميه والكورسات المجانيه والماجوره وكل الشغلات اللي انتم بتحبوها. كان معكم الشيف احمد، تحياتي لكم، سلام.